بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الكلام اللي حكيناه في الدرس السابق هو عبارة عن البوليمورفيزم أو تعدد الأشكال. أنا المرة هذه جيتك بالعكس، قبل ما أحكي لك الموضوع شرحت لك الفكرة. شفت الفكرة اللي استخدمناها في المثال السابق؟ شفت الحاجة للأوامر البرمجية اللي عملناها في المثال السابق اللي خلتنا نلجأ لأن نستخدم الوراثة ونستخدم الأنواع بأكثر من شكل؟ هاي هي فكرة البوليمورفيزم باختصار شديد، إنك أنت بتقدر تتعامل مع أي أوبجكت بأكثر من نوع إذا كان في وراثة لهذا الأوبجكت. لهيك إحنا كنا نتعامل مع كلاس الأوبجكت employee مثلا، كلاس على سبيل المثال كلاس نيو اور لامبلوي، امبلوي اي بيساوي نيو اور لامبلوي، وكنا نحط بياناته. ممكن كنا نتعامل معاه على شكل برضه بيرسون، وكنا نتعامل معاه ايضا على شكل ايه يعني عليك، كنا نتعامل معاه على شكل اور لامبلوي نفس النوع تبع الاكتشوال تايب، وسميناه هذا ديكلاريشن تايب. وكنا نتعامل معاه على شكل سيلربل انترفيس، وكنا نتعامل معاه على شكل برينتبل انترفيس. فاحنا تعاملنا مع الاوبجكت او تعاملنا مع المؤشر تحديدا تبع الاوبجكت مع بأكثر من نوع بهدف إن نعمم المصفوفة اللي موجودة عندنا ونعمم الفور لوب اللي موجودة عندنا عشان نقدر نلف على أكبر عدد ممكن من العناصر المختلفة الأنواع والمتشاركة في شيء معين من هدول. ولكن عند التنفيذ بيتم تنفيذ الميثود أو الاتريبيوت أو العنصر الممبر بشكل عام اللي موجود بداخل الاكتشوال اوبجكت. بدي أعطيك مثال تاني بس المرة هاي مختلف شوية. فاكر مثال البنك اكاونت؟ لو مش فاكره راجعه. كان بنك اكاونت بداخله تشيكينج اكاونت وسيفينج اكاونت، مثال بسيط جدا حكينا فيه، راجعه لو انت شوية نسي. عارف انه انا بقدر اعمل ميثود الان بابليك مثلا في المين بابليك، لو عندي مثلا هنا قبل، لو انا عندي مثلا حساب مثلا خلينا نقول تشيكينج اكاونت، الاكاونت الاول اللي هذا هو تشيكينج اكاونت مثلا لمحمد في 1000 مثلا دولار، وفي تاني لمحمد بس هذا سيفينج اكاونت على سبيل المثال اكاونت 2 نيو سيفينج اكاونت، وطبعا هذا كالعادة في انترست او فائدة معينة، نتأكد بس الترتيب البالانس بعدين الفائدة. تمام، فتو اكاونتس موجودين عندي. لو بدي احول من اكاونت لاكاونت، المفروض انت بدك تعمل withdraw من الاكاونت الاول اكاونت 1.withdraw 100 واكاونت 2.deposit 100. هيك انت حولت 100 او 100 دولار من حساب الاول للحساب الثاني. عارف انت ايش ممكن تعمل؟ ممكن تيجي تفكر تقول طب انا ممكن اعمل ستاتيك ميثود موجوده هنا او انستنس جوا اي اوبجكت وات ايفر، المهم الفكره ميثود. الميثود هاي مثلا فويد بدي اسميها ترانسفير، هاي ميثود للتحويل بما انه انا بعمل تحويلات، بدها تاخذ الاماونت اللي انا بدي اياها ولنفرض انه هي مثلا دبل اماونت، وبدها تاخذ البنك اكاونت اللي بدك تحول منه. بدي البنك اكاونت تبع اللي انا بدي احول منه. طيب واحد بفكر بيقول طيب ما انا بدي احول من تشيكينج لسيفينج، وبرضه ممكن احول من سيفينج لتشيكينج، وممكن احول من تشيكينج لتشيكينج، وممكن من سيفينج لسيفينج، فانا بدي الميثود تكون عامه قدر الامكان. ايوه، فبتعامل معها من نوع الاب، بقول له هي الاكونت فروم هذا اللي بدي احول منه، وبنك اكونت ثاني اكونت 2 اللي بدي احول له، الديستنيشن السورس اللي بدي احول منه والديستنيشن اللي بدي احول لها. ممتاز. هنا بكل بساطة انت ما عليك الا انك تعمل نفس اللي عملته فوق، اكاونت 1 اللي هو عندك هنا اكاونت فروم دوت، ايوه اعمل withdraw لقديش؟ للاماونت هاي، واكاونت 2 واعمل ايه؟ ديبوزيت للقيمة هاي. طب يا باش مهندس هاي من نوع ايه؟ من نوع بنك اكاونت. بقول لك الدايناميك ميثود لوك اب عند التنفيذ بتروح بتستدعي مش الميثود اللي موجودة في البنك اكاونت اللي اسمها ديبوزيت، لا بتستدعي اللي عند الابن. يعني لو انا بدي اتبع لك هاي الميثود فعليا، انت شو عملت؟ انت فعليا عملت اوبجكت، ركز معايا كويس، عملت اوبجكت من الاول في المين ميثود فوق، الاوبجكت الاول اللي هو اسمه اكاونت 1 هذا كان نوع تشيكينج صح، فكان فيه القيمه 1000، والاوبجكت الثاني هذا نوعه تشيكينج، والاوبجكت الثاني كان نوعه سيفينج الاكاونت 2 ونوعه سيفينج،
وطبعا المفروض هذا في اوبجكت للاب، يعني في ميثود عند الاب، الاب في ميثود اسمها ديبوزيت وفي ميثود اسمها withdraw، كذلك الاب تبع هذا في ميثود اسمها ديبوزيت وفي ميثود اسمها withdraw لو مش فاكر راجع، وهذا الابن كان للتشيكينج عامل اوفررايد للديبوزيت وعامل اوفررايد للwithdraw، كذلك هذا السيفنج اعتقد ما كان عامل حسب ما احنا عملنا سيفنج، ما كانش عامل صح. ممتاز. ففعليا لما انت اجيت نفذت كودك يا عزيزي واستدعيت الميثود هاي، اجيت قلت له اعمل لي ترانسفير من 100، قيمة 100 من الاكونت 1 للاكونت 2، عارف شو اللي صار عندك؟ صار عندك انه استدعى الميثود هاي، استدعى الميثود هاي، راح بعت لها الاكونت فروم، يعني حول فعليا، قدرت انت تحول لتشيكينج اكونت هذا ترسله على شكل بنك اكونت، قبل كانك عرفت متغير من نوع بنك اكونت بيساوي تشيكينج اكونت، ليش عامل قصة؟ مش اصلا الميثود هاي هي عبارة عن القيمة، هي هي عبارة عن بارامتر وهذا argument، فكأنك بسيط هذا لهذا، ففعليا كأنه bank account account بيساوي new checking account، عادي جدا ولا في أي مشكلة، فوصل بمسمى bank account وbank account. هو هنا استدعى الميثود اللي اسمها withdraw من المتغير اللي اسمه account from واللي هو نوعه بنك اكاونت، نوع مؤشر صحيح، ولكن الاكتوال اوبجكت تبعه شو يا عيني عليك؟ تشيكينج اكاونت. كذلك الميثود تو لما استدعى لها ديبوزيت، فعليا هو استدعاها بالمؤشر اللي اسمه بنك اكاونت او من نوع بنك اكاونت، ولكن الاكتوال اوبجكت سيفينج اكاونت. يعني يا باش مهندس الويذدرو هنا وين هتتنفذ؟ في الاكتوال اوبجكت ولا الديكليرد اوبجكت البنك اكاونت؟ على السريع الويذدرو من الاكونت فروم راح تتنفذ من وين؟ الله عليك، من الاوبجكت تبع الابن، لانه الدايناميك ميثود لوك اب راح تدورت عند الابن في عندك ويذدرو معمول لها اوفر رايد اذا استدعيها، فيستدعي الويذدرو اللي عند الابن اللي بتعد، خلي بالك في الاكونت، راح للابن دور لقى عنده يا عمي ميثود اسمها في السيفنج اللي بده يودع فيه، لقى ميثود اسمها ديبوزيت ما فيش، فراح جابها من عند ابوه، ففعليا في الكلاس الاول او في الاوبجكت الاول استدعى الويذدرو اللي عند الابن اللي بتعد عليه، لانه في عد في التشيكينج زي ما اتفقنا زمان، اما في الكلاس الثاني اخذ اللي عند ابوه، الدايناميك ميثود لوك اب اخذت اللي عند ابوه، بالتالي لانه هو مش عامل لها اوفر رايد، بالتالي تمت عمليه التحويل. لو جيت هنا طبعت سيستم اوت برنت لين الاكونت الاول كم قيمته، راح يطبع لك هي الاكونت 1 دوت جيت بالانس بعد التحويل، والاكونت 2 دوت جيت بالانس بعد التحويل، هتلاقي انه القيم تغيرت، صار 900 و1100، ليش؟ لانه هو فعليا وطبعا عد عليه، ما استدعى الميثود هاي من عند الاب، استدعاها من عند الابن، لانه لقى واحده معمول الها اوفر رايد عند الابن، مع انه النوع ايش؟ بنك اكاونت، الا انه زي ما شفنا في الفيديو السابق استدعاها من عند الابن، لانه الدايناميك ميثود لوك اب بتدور عند الابن قبل ما تدور عند الاب. هاي الفكره من البولمورفيزم. اديك مثال تاني كمان، تمام؟ بدي يا عزيزي عندي مصفوفة من نوع بنك اكاونت زي المثال اللي قبل شوية، تمام؟ مثال تاني، مصفوفة من نوع بنك اكاونت فيها كل البنك اكاونتس اللي موجودة، تمام؟ هاي اكاونتس بتساوي نيو، مصفوفة من فيها مثلا اربع حسابات، الحساب الاول يا سيدي خلينا اقول لك الاكاونت زيرو في checking account 1 2 مثلا، وهذا الاكونت 1 وهذا الاكونت 3، هنا 4 هنا 0 1 2 3، هنا مثلا هذا في 1500، هذا في مثلا 250.63 36 saving account الى اخره. المهم صار في عندي مصفوفة فيها accounts مختلفة. الآن لو طلبت منك تعمل لوب تطبع لي بيانات كل أكاونت، تقول لي هذا حساب جاري هيك، بدي شاشة يكتب لي في الشاشة زي هيك، يعني يجي على الشاشة يكتب لي الحساب اللي رقمه 1 هذا حساب جاري قيمته كذا، 2 حساب توفير قيمته كذا، 3 حساب جاري قيمته كذا، وهكذا. كيف ممكن تعملها؟ انت الآن بدك تلف عليهم بلوب واحدة عشانك شاطر وبتعرف انه مدام انت مستخدم inheritance و polymorphism فانت حطيتهم كلهم في نوع واحد بنك اكاونت، فبدك تلف على البنك اكاونت اكاونت
لكل اللي موجود في المصفوفة اللي اسمها accounts. هنشوف في المثال الأخير كيف بدنا نستخدم الـ array list. طيب في المثال الشامل اللي بدنا نعمله بالآخر. طيب هنا كل مرة وأنا بلف ما بقدر أحكي له إنه كلهم checking account أو كلهم saving account. أيوة، فهنا بدك تروح للـ instance of، بدك تفحص، بدك تحكي له ما دام طلب منك وأنت بتلف على مصفوفة عامة تحدد كل واحد، يعني انت بدك تحول من عام لخاص، من خاص لعام لحاله بحول، بس من عام لخاص بدك تفحص بالانستانس اوف، بدك تقول له اذا الاكونت هذا كان انستانس اوف، الانستانس اوف بترجع ترو طبعا او فولس حسب، انستانس اوف اذا كان انستانس اوف والله من تشيكينج اكونت معناته هذا الراجل حسابه حساب جاري، فمعنات الكلام انا بدي اطبع له التالي، بدي احكي له سيستم اوت برينتلين هذا عبارة عن checking account قيمته قديش، مثلا الاكونت دوت قديش، مثلا get balance. طب الاكونت ليش انا ما اضطريتش اعمل كاستنج هنا؟ بقول لك بكل بساطة لانه الجيت بالانس موجودة اصلا في وين؟ يا عيني عليك، موجودة في البنك اكونت، فهي عامة مش دائما بحتاج اني اعمل كاستنج. else if تعال افحص إذا كان الأكاونت اللي موجود عندك instance of، يعني بنفع يكون saving account معناته هذا saving account، فجملة الطباعة راح تختلف. طبعا أكيد بنفع أن نعملها في مثل الطباعة جوا كل واحد، ولكن أنا بس عشان أفرجيك كيف بدي أستخدم instance of، وهذا بده يكون saving account. هنشوف كيف بدنا نستخدم toString كمان شوية. لو جت شغلت قال لي هي وكل واحد شو نوعه وقديش قيمته، فأنا بكل بساطة بستخدم الانستانس اوف لما بدي اخصص من عام لخاص او بدي افحص هل هو فعلا الاوبجكت خاص من النوع هذا ولا لا. هذه بشكل عام فكرة البوليمورفيزم، طبعا تطبيقاتها كثيرة ولكن الفكرة الاساسية بس باختصار جملة واحدة، بنفع اتعامل مع النوع باكثر من شكل، نقطة وسطر جديد، بنفع اتعامل مع الاوبجكت باكثر من شكل. جميل.